السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل مباراة الدوري الإسباني الذي جمعت بين إشبيليا وفي ريال في قمة هذه الجولة. طبعا نحن كمغربي من نادي إشبيليا سوف نتعرف على تحليل المباراة وعلى كل ما قدمه المغربي يوسف النصيري في لقاء اليوم في مباراة جمعت بين الفريقين. أتمنى منكم قبل الدخول في التفاصيل والبداية في تحليل اللقاء والتحدث على الأداء النصيري، ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلكاكو جديد وينبدعوا كلها في التفاصيل أكثر. يوسف النصيري لم يشارك أساسي بتشكيلة فريقه وكان احتياطي، كذلك ياسين احتياطي. بداية المباراة شاهدنا الضغط العالي من نادي إشبيليا على فياريال، كان الضغط عالي من نادي إشبيليا وكذلك الاستحواذ على الكرة والخطورة من نادي إشبيليا، فيما نادي فياريال كان تائها في الشوط الأول في بداية المباراة. وأول خطورة من نادي إشبيليا كانت عن طريق الراكيتيت في هذه المحاولة على مرمى فياريال، لكن الكرة لم تكن قريبة من المرمى وكانت بعيدة من المرمى. طبعا بعد الضغط الكثيف من نادي إشبيليا استطاع الفريق الأندلسي تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب رافامير بتسديدة محكمة في سقف المرمى في نادي فياريال. وبداية الشوط الثاني كانت قوية من جانب نادي فياريال ودخل بقوة واستحوذ في الدقيقة الأولى، وهذا ما أسفر على هدف التعادل لفريق فياريال عن طريق اللاعب باو توريس والهدف الأول لفياريال في المباراة. طبعا بعد إتاء الهدف لنادي فياريال فالمدرب خوخي مينديس فكر في التغييرات ومن سوف يكون فهو يوسف النصيري، دخل تحديدا في الدقيقة 55 بعد هدف نادي فياريال مباشرة. طبعا هنا الصورة توضح الضغط الذي بدأه يوسف النصيري عند دخوله، وهذا الشيء يجده يوسف النصيري القيام بالضغط العالي على الحارس المرمى وعلى المدافعين، يقوم بطريقة جيدة وممتازة. في هذه اللقطة المساندة الدفاعية من النصيري للزملاء في المباراة. طبعا المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، النصيري يرود بطيران فوق دفاع فياريال وهدف خرافي للنصيري بعد ارتقاء ممتاز. فالنصيري واحد من أبرز اللاعبين في الارتقاءات الهوائية، سجل الهدف الثاني لفريقه وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 94 وأهدى لفريقه 3 نقاط مهمة في ترتيب الدوري الإسباني. النصيري مباراة جديدة، هدف جديد، ويستمر التألق للدوري المغربي. نتمنى التوفيق وهذا هو كل شيء مننا.